اتصال. صفاء. ايوه صفاء. الو، صباح الخير. ازيك يا صفاء؟ صباح الفل. الحمد لله، تمام الحمد لله. امال الامر لله. دكتور، هي ماما كانت عامله دعامه في الشريان التاجي من سنتين، من سنتين. و هي عندها وبقالها كم سنة كده. يا صفاء؟ ماما عندها 63. 63 سنة. عندها السكر؟ لا لا، ضغط بس. ضغط بس. الدعامة عادية ولا دعامة دوائية؟ لا مش قادره بقى افتكر دي، بس مش هي قادرة دوائيه. تعرفي. دوائيه. كان طيب الانسداد 80% كان وعملنا 80، لها الدعامه. كان 80. 80%. اتعملت وهي عندها أزمة قلبية حادة ولا كانت بتكشف وبعد كده اتعمل لها قسطرة تشخيصية وبعد كده لا، عملت الدعامة؟ هي فعلا قبليها بيوم تعبت خالص قوي، اللي هي نفس الالام اللي حضرتك بتقولها، سكاكين والم في الظهر ومسمع في دراعها الشمال. بالظبط فالدكتور قال كده، دي زي لازم كتاب. تخش عنايه، فتصنف دكتور العيله، راح قال لازم تخش عنايه دلوقتي حالا، وراح مديها نيتروديرم اللي هي اللزقه. ايوه، اللي بتوسع الشريان. ايوه، بالظبط. وعمل لها القسطره. وقلنا له طب احنا معلش هنروح بكره، فعملنا القسطره والدكتور خرج قال الانسداد 80%، نعمل الدعامه ولا نطلع ماما؟ قلنا له لا، حضرتك اعمل الدعامه عشان ما نضطرش ندخلها تاني، بالظبط كده. وعملناها في نفس اليوم على طول. طيب الحمد لله. طب هي عامله هي ايه بقى، دلوقتي؟ هي الحمد لله تمام، بس احنا بصراحه بابا توفاه الله من شهرين، فهي الله يرحمها. عندها ربنا الله يرحمها يا يرحمها. رب ويصبركم يا رب. يا رب. ابتدت تظهر بقى عندها الالام تاني، تعبت، وعملنا زالت ايكو. زالت عشان وعملنا ايكو بعد الوفاه، والدكتور قال لنا ان قلبها كويس جدا، لا، ما هو يعني ممكن، المفروض. بص يا صفاء، ممكن ما يبانش في الموجات الصوتية الدعامة اخبارها ايه، لكن هذا بدأ يجي لها الذبحة تاني زي قبل الدعامة، لا 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 لا، يعني الوجع الام مش هو، بسيطه. حاجات بسيطة. هي دي تنفس، الم، بس هي كل ما بتتضايق بيحصل لها ده، ونفط اللزقه تبقى تمام جدا. برضو كده يبقى يعني حصل شوية ضيق بسيط، هل في نفس الشريان ولا في شريان تاني؟ هنحتاج يعني، معلش يا صفاء يمكن كلامي يزعلك شوية، بس محتاجة فحص. يعني مش عايز أقول لا إحنا كويسين، إحنا مفيش حاجة، لأن الموجات الصوتية أتريست يعني، وهي الإنسان مرتاح ممكن تدي يعني انطباعات خاطئة. يعني أحيانا الشريان التاجي ما يظهرش غير مع المجهود، في موجات صوتية بالمجهود سواء على الجهاز او بالمجهود الدوائي، في ادويه بتسرع القلب شويه فتديني مؤشر دقيق على قطر الشريان التاجي مع المجهود. في ناس ما بيجيلهاش الذبحه الصدريه ولا الوجع الا مع المجهود، واحيانا يكون هذا المجهود انفعال. واحنا اتكلمنا قبل كده عن قلب المراه، وان قلب المراه يعني ارق واكثر استجابه للضغوط العصبيه والنفسيه. لذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أوصانا بالقوارير. القوارير، عارفين القارورة يعني إيه؟ الزجاجة. المصطفى يشبه الست بالزجاجة. عارفين الزجاجة؟ عايزة تعامل من نوع معين، يعني ما تحاولش تضغط لأن ممكن تتكسر. وعملية القلوب المنكسرة أو المحطمة، بروكن هارت سيندروم، ده مرض بقى موجود جدا في ستات كتير نتيجة الصدمات العاطفية أو النفسية. يموت لها مثلا جوزها، أخوها، ابنها، يحصل لها مشكلة عاطفية معينة، تجي لها أزمة قلبية زي أزمة الشريان التاجي بالظبط، وتيجي مثلا الأعراض زي الكتاب، وجع وذبحة صدرية، ممكن نرسم القلب يبقى خادع أيضا ويبين فيه جلطة، وبعد كده نعمل القسطرة هنلاقي الشريان مفتوح. أنا التفسيرات كتيرة جدا، بيقولوا إن هو الأدرينالين والنور أدرينالين والجهاز العصبي السمساوي بيلخبط عضلة القلب فبتعمل هذه المؤشرات. أنا شايف إن المشكلة بتحصل على مستوى الشرايين الصغيره، ودي كتيره جدا في الستات، وهي اللي بتعمل البروكن هارت سندروم او متلازمه القلوب المحطمه. يا رب لا تكسر قلبا يا رب من قلوب كل المشاهدين وكل العالم ايضا، نتمنى الخير لكل العالم.